بسم الله، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه من والاه. عنوان داعش خذلان ثورة سورية مختصرا. أمراؤهم برأيي بمعاملتي لهم قتالي معهم هم ضباط من جنسيات مختلفة، وجهوا لطعن الثورة السورية وضخت أموال قوية جدا بأيديهم. صوروا الإسلام بتشدده والإسلام بريء من تصرفاتهم، تصرفات واضحة، والهوليود والفيديوهات اللي يصوروها الهدف منه تصوير الثورة السورية على أنها إرهاب، تمام، والسماح بالتدخل الخارجي فيها. عناصرهم منهم طيبين جدا غرر بهم وأخذوا، منهم كان همهم المال والقوة، تبعوا القوة وخاصة السوريين منهم، تمام. أما وراءهم كما قلت لكم ضباط مخابرات من جنسيات مختلفة، وخص بالذكر يعني أهم دولة داعمة لهم هي إيران حقيقة. ضخت بيدهم مال، الهدف هو طعن الثورة السورية التي كادت أن تحقق من الشعب السوري. الله أعلم. والله هو ليس كرة شخصية، يعني أنا بالنهاية طالب علم، أنا أنظر بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونقيمهم. أعمالهم جاوزت الوصف المسمى خوارج، طبعا أتكلم برأيي الشخصي، جاوزت مسمى خوارج، لأنه الخوارج لا يكذبون، الخوارج لا يعملون مبدأ التقية، أما هؤلاء الكذب عندهم دين، تمام، مبدأ التقية أساس عندهم، تمام، فهم جاوزوا الخوارج. أنا يعني أصدق أو أصرح قول أجده يليق بهم هم زنادقة كأمراء، زنادقة كأمراء. أما كأفراد قلت لك يقتلون قتل أمرائهم، لكن قلت منهم الطيب، منهم الإمعة، ومنهم من يعلم أن هؤلاء على باطل لكن تبع من أجل الدولار ومن أجل المال، الله أعلم. لكن أنا شخصيا ما أكرههم، أي نحن نقاتل كفار، تمام، لما نقاتلهم لو تابع أحدهم هو أخونا، لكن أنا ما أكرههم بشكل شخصي، الله أعلم. من حددها الله، من حددها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى بلغنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. فثورتنا مهما حاولوا أن يصفوها بصفة الإرهاب، مهما حاولوا يشوهوها، مهما حاولوا أن يطعنوها بخناجر مسمومة، نحن بكفالة الله، فالثورة منصورة. وهؤلاء ما هم إلا كلاب يعون على قافلة النصر إن شاء الله، فهم زائلون بوعد النبي محمد، مقطوع قرنهم بإذن الله، وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدوا أزركم واعلموا أنكم على ثغر عظيم، بل أجد أن قتالهم خير من قتال بشار الأسد وكلابه وأعوانه، وبصدق ما أجد باب النصر وباب تحرير سوريا بالقضاء على هذه السلة المخابراتية التي أرادت طعن الجهاد. فأجا يعني أناشد كل الإخوة المرابطين على جبهتهم أن يشدوا أزرهم وأن يضربوا فيهم، من قتل منا خير شهيد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قتل منهم فهم شر قتلى تحت أديم السماء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة أوجهها هي التالي للمزودين على ثورة الشام: الدماء التي قدمت لن تذهب هباء، والله لن يضيعها، هذا أولا. ثانيا، الشام أرض بركة، الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، تمام، فيها الطائفة التي أخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أكناف بيت المقدس، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هي الطائفة المنصورة والمؤيدة من الله سبحانه وتعالى. فرسالة للمزاودين: كفوا ألسنتكم التي شحثتموها على أهل الشام، وكفوا سيوفكم عن رقاب أهل الشام، إذا أتيتم لمساعدتهم من أجل إزالة هذا الطغية حي هلا بكم، وإلا ارجعوا، أهل الشام يكفوكم إن شاء الله.